الان احتجزوها ما دخلوها نسيبها. لحظه خلونا نتكلم. الفرقه قصف ابو بلف الفرقه في شباب في الفرقه ما نسيب لهم الشباب انا لانهم بدوا يصفوا صف اربعه على واحد واحد جالس لك طول احنا اذا ما هم الشباب الصمود جنبنا حرم معنا بقي واحد مننا. قبل يومين الفرقه تمام مضوا علينا حصل حوالي 5000 في الفرقه مع معالس. اجلسوا يا شباب. ما يدمروا في تخزن قد تخزن الفرقه في ناس لابسين للبجاي ما تقدروا تقولون يا شباب. خلاص بالفائده. فتحوا لي راسي هذا فتحوا لي راسي خبط بصويل ولا تطمون احنا القارح هذا الحين اصحابنا عندهم يصايحوهم هم والله يا ادري كم ساعه كم ساعه واحد الان هذي هذا جيدي الساعه 1 مساء هذا المكان هذا انا شاهد صباحا انا شاهد لحظه خلي الشاهد ذاك تعال تعال تشتاف هذه بجنبي وش من اصحابنا؟ ما هو السبب يا اخي؟ ما هو السبب؟ ليش هذا الحين كنا معاكم بالمنتدى نصيح هذا المؤتمر باطل وعلي عبد الله باطل واحمد علي باطل والاصلاحيين باطل كذا ما حد منعنا ما حد منعنا اننا نقول كذا ها بالقنابي وانت ما في اخينا احنا جينا نشيل حريه انا ادور حريه كلنا مع صاحب كلنا معك كلنا معك مرنا لاجل السوره كلنا معك يا اخي هذا صاحبنا خبط بصميل على هنا اقسم بالله الحين يمشي ويبكي من الضلوع حقه.